قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. بلا شروط. شكرا لأنك مت، شكرا لأجل عملك على الصليب، شكرا لأجل قيامتك، شكرا شكرا أيها الآب أجل ما صنعته من خلاص. أشكرك أنك بتملأ حياتنا بإدراك وفهم، تملأ حياتنا باستنارة، تملأ حياتنا باشتعال وفرح.
هاليلويا. أشكرك. لن تكون حياة كل واحد وحده إلا للأروع، إلا أن تكون في داخل مجدك واستنارة. وبشكرك لأجل أذن وقلوب مفتوحة لاستقبال الكلمة في اسم يسوع. أمين. أكمل معاكم عن الملء الروحي. في آخر تعليم عايز أقدمه في الحتة دي، الموضوع ده هو اللي بيفسر لك ليه في شخص تلاقيه اتسحب واتاخد في حاجة هو مش شايف نفسه كان عايز يعملها، لأنه ممتلئ بروح، ممتلئ بشيء بيسحبه وبياخده في الحتة دي. ملئك هو ملء أفكارك، إيه اللي أنت واعي ليه، إيه اللي أنت مركز فيه، إيه الحاجة اللي أنت حاطط قلبك فيها. كتاب يتكلم عن حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. مش كده؟ قلبك بيحدد بإيه اللي أنت بتعتبره غالي، واللي أنت بتعتبره غالي هو أكتر حاجة أنت بتتسحب ليها، وأكتر حاجة بتتسحب ليها هي اللي بتسحب الحاجات اللي زيها بالظبط. عشان كده الكتاب بيوضح قد ايه ان الاشخاص او الناس بتجيب لنفسها من ثمر فم الانسان يشبع بطنه. بمعنى اللي انت بتقوله هو اللي انت هتشوفه في حياتك. طيب انت قلته ليه؟ نتيجة انك ممتلئ بيه. افتح معايا متى 12 آية واضحة جدا. متى 12. يبقى إذن أول حاجة أنت بتمتلئ بالشيء أو بالحاجة دي تتكلمها فتحدث، فاللي أنت عايشه اللي بيحدث دوا نتيجة اللي أنت تمليت به اللي أنت تكلمته فحصل. كتاب يتكلم في متى 12 عدد 33، اجعلوا الشجرة جيدة ثمرها جيدة. كلمة اجعلوا مش واضحة في العربي، وكأني الناس بتعمل الشجرة بهذه الصورة، لا هي معناها اعترفوا أو خلينا نقول، كانوا بيقول خلينا نقول لو الشجرة كده يبقى الثمر كده. اجعلوا الشجرة جيدة أو استقروا على أن الشجرة جيدة ثمرها جيد، أو اجعلوا أو استقروا على أن الشجرة ردية وثمرها ردية، لأن من ثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ لأن في ناس قامت بالتمثيل شوية، فبدأ هو يوضح أن ده شيء أنا كاشف الحقيقة دي. بمعنى آخر شخص نفسك، إذا كنت أنت تبع الشجرة الردية فتتكلم طبقا لنوع الشجرة بتاعتك. فهنا بتكلم كون واضح، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. لفظ من فضلة أي معناها مما يترسب في قلبك، مما أنت بتحفظه في قلبك هيتكلمه لسانك. ترجمات تانية جاية معناها مما يمتلئ به قلبك هيتكلمه لسانك. معنى كده تفسير ايه اللي بيحصل في حياتك هو ما تمتلئ به. ما تمتلئ به هو ما انت تعطيه اعتبار، هو ده اللي انت بتتكلمه، وبالتالي ده اللي بتحصده. عايز تصلح الحصاد بتاعك ارجع لايه؟ اجعل الشجرة صالح. الشجرة الصالحة هي التي تبتدي تمتلئ بحاجات صح فتؤدي إلى كلمات صح فيثمر صح. إن كنت عايز تغير حياتك وأي واقع قدامك، هل ده مستطاع؟ ده مستطاع، لكن عبر إيه؟ أن تشحن أولاً بده. في سلاسل قبل كده اتكلمت إن الروح الإنسانية لديها قدرة على السيطرة على الأفكار. ده مش موجود في أي حد غير المولودين من الله. في قدرة للسيطرة على أفكارك، في قدرة للسيطرة على جسدك، في قدرة للسيطرة على حواسك الخمسة. والمديونية أو الالتزام اللي ما بين الروح إنها تخضع للجسد انتهى. فكتاب بيقولها بوضوح، لسنا مديونين إن احنا نمشي
حسب اللي بتقوله لنا حواسنا الخمسة. القدرة دي خارقة للطبيعي، ده مش طبيعي. مش طبيعي إن حد يقدر يقول لأ للي بيشعر بيه ويطلع فوقيه. دي زي جاذبية الأرض، لازم الطيارة أو الطائر يعمل حاجة تغلب الجاذبية. هل بتلغي الجاذبية؟ لا. افهم التركة دي، افهم الخداع ده. لو جالك حد خبط على باب البيت وزوجتك فتحت وبدأ يقول لها الحاجة دي بسعر كذا رخيصة والسلعة دي رائعة جدا، وبدأ يعمل بعض التجارب يوريها زي الحاجة دي شغالة، جاية تشتري، رحت انت دخلت في الموضوع وقلت لها مش هنشتري، مشيت الراجل. في اللحظة دي المنتج النهائي ان محدش اشترى حاجة، اتقلق. لكن يبقى الأفكار بتاعت البائع دوا قاعدة فين؟ في دماغ الشخص اللي سمع. فأنت بتقول زوجتك بعد ما تقفل الباب أني الحاجة دي مخشوشة، دي حاجة ما نشتريهاش حتى لو رخيصة، فعليها أنها تاخد منحنى من اتنين. أنت أنا واثقة فيك أن أنت بتفهم في كل حاجة، فخلاص تعدل ظهرها وتمشي. لكن في طريقة تانية، طب أنا عايز أفهم، ده هو وراني كذا، ده دي بتعمل حاجة دي، دي بتقوم بالوظيفة دي، فالمناقشة دي هتطول شوية. لكن الراجل مشي، لن يتم الشراء. لو حصل ان هي المسيطرة على هذا الشخص هتندهه تاني من البلكونة، تقول له تعالى. ليه؟ لان هي لم تدخل في الروح بتاعت التمييز اللي هي لديه، لكن خضعت للتمييز دوا. الراجل هو الروح، المرأة هي النفس، اوكي؟ فبالتالي هي في المثل يعني، اوكي؟ فبالتالي لو الشخص خضع للفكره وقال انا ازاي بتحارب بيها، لا ده طبيعي، ابليس بيعرض البضاعه وطبيعي الفكره بتبقى قاعد ليها اثار. لكن كونك قلت لا، لم تشتري من هذا الشخص، لازم تثق في دوا ان الخدعه اللي بتحصل هو ازاي تجيني الفكره دي، ازاي تعرض عليا حاجه زي كده، شكلي مش مولود من الله. ليه؟ لاني بدأ الكرازة، العلة تبدأ من هنا. الكرازة كرزت إنك أول ما هتقبل يسوع هتتغير في الحال. نعم، لكن يوجد عمل على النفس البشرية، في شغل على النفس البشرية، عشان كده في سلسلة وعظات عن خلاص نفوسكم، إن الروح خلصت بس النفس هي اللي محتاجة شغل. فبالتالي اللي بيحصل إن الشخص داخل يقبل يسوع بمنطلق انا عمر ما هتجيني حاجه تاني زي اللي كانت بتجيني من زمان من افكار، فانا خلاص يعني لو قبلت يسوع مش هتغير. هتغير كلمه هتغير دي هو مش فاهمها. روحك تغيرت، النفس والجسد عايزين شغل، وجواك في روحك دلوقتي صار في قوه للتغيير. الروح القدس ان تمتلئ به هو ان تمتلئ بالمبادئ دي. في خداع بيحصل من ناحية هذا الأمر في بعض الأحيان، أني لو أنت مسكت طفل لقيته بيكبر بصورة ملحوظة، تلاقي سنة طلعت من هنا، سنة طلعت من هنا، بدأ بدل ما كان بيتشال بدأ يحبي شوية، بدأ يمشي. ففين في المراحل الأولى إيه؟ سرعة من النضوج الظاهري. في مرحلة تلاقيه وقف، سنانه كلها طلعت وهو بدأ يمشي، ما إلا بيطول. فأنت في اعتقادك أن معدل النمو صار بطيء، لكن في الحقيقة هو شغال بقوة في حاجات تانية داخلية أنت مش داريان بيها. فإحنا بنتعلم طبقا لإيه؟ للي بنشوفه ساعات في أرض الواقع، أن فلان كان مثلا قبل ما يقبل يسوع بيشرب مخدرات وبيشرب سجاير، ودي الحاجات الناس تعتبرها هي يعني البلاوي يعني، لكن في حاجات كتيرة، فبطل الحاجات دي فخلاص. فبعد كده ان هو بيبتدي يفهم الكلمه دي من في نظر الناس مش نمو، لكن دي هي لب نمو، ده هي دي كل حاجه اللي هي تبدو بطيئه في الظاهر لكن هي
تبان في شغله في رد افعاله، ردات افعاله تصير مختلف عن الاول لانه بدا يمتلئ بفكر الله، يمتلئ بروح الله. الملء بالروح، الهدف في السلسله دي انا اتكلم عن الملء بالروح القدس، لكن انا سميتها الملء الروحي لان يوجد ارواح ثانيه ممكن تمتلئ بيها. فالرب يسوع وضح من فضله القلب مما انت تمتلئ به يتكلم لسانك، بما انت تصير بيفيض منك هتلاقيه طلع وخرج على هيئه كلمات وافعال. خلينا نقرا معاك عشان نفهم اكتر عن الملء بالروح او الملء الروحي. مبادئ سريعه تعتبر مفاتيح هامه جدا، مش هي الطريقه، الطريقه واضحه وقلتها، لكن بتكلم على ان الملء يحدث بالكلام ويؤدي الى كلام. حط المبدا ده جواك. الملء باي روح هو يحدث عن طريق ان تستمع الى كلام فيؤدي الى كلام. يعني التعبئه، الملء يحدث بالكلام اليك فيؤدي انك انت تتكلم. افتح معايا اعمال 10. يوجد تأثير. بطرس راح لشخص أممي كرز إليه، فجي في عدد 44 بيقول: فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون. ده لسه ما صلاش معاه عشان يقبل يسوع، لقى امتلأ نتيجة الملء، نتيجة الكلام اللي أخده راح امتلأ. فاندهش المؤمنون الذين مع من أهل الختان اليهود، يعني كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة روح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. في فرق ما بين الاستنارة لدى بطرس ولدى بولس. بطرس اكتشف على أرض الواقع، بولس اكتشف من مبادئ الكلمة إن الأمم مشتركين في الخلاص. رغم إن بطرس مش في دراية كاملة زي بولس اللي هيجي يعني ينتشر أكتر بعد شوية، هو كان قبل يسوع، لكن رغم كل دوة يوجد قوة في الكلمات اللي بتكرز، يوجد قوة في كلمة الله تختلف عن أي كتاب بتقراه. إن أخضعت نفسك للكلمة، الكلام الذي أكلمكم به هو روح، فبالتالي بتنال من الروح القدس في اللحظة دي، بتخضع لروح القدس. العكس بيحدث مع البعض. ليه تلاقي شخص تعصب وبدأ يبقى بيتكلم بسرعة عصبية وبدأ يتكلم ويلقي بي كلمات جارحة في الشخص الآخر ويبتدي يلعن أو يبدأ يدمر حياته أو بيته؟ ده جاي نتيجة إن الشخص خضع لروح كان ممتلئ بيه، ما حصلتش صدفة. فبالتالي احنا بنتعامل مع عالم الروح. القصة مش ان فلان شحنه، ما هو فلان شحنه دوا نتيجة ان ارواح على فلان فنقلت الكلام لفلان، والكلام دوا شحن فلان او هذا الشخص فاتعصب على الشخص التاني. وابليس بيدخل من خلال امور مش موجود فيها الكلمة، فبالتالي لان الشخص مش مليان بكلمه الله فبيتشحن بحاجه تانية، ففي ارض خصبه جوه الواحد ان هو ينفذ دوا. ما تيجي تبص على لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، جايه لا تحب بلا شروط، اغابي. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، جايه بلا شروط. بمعنى ممكن استخدم اغابي الالهيه الرائعه اللي هي المحبه الغير مشروطه مع عالم. نعم الطبيعه اللي جواك ممكن تستخدمها بطريقه غلط، عشان كده في ناس تبقى شارحه في الخطيه مش دريانه. طب دي ازاي تحصل؟ ان شخص يحب العالم هو عارف انه بيتخبط فيه لكن برضه بيحب بلا شروط، يعني مش بيتراجع، ما حطتش شرط، ما قالش انا لو تخبطت هتراجع، قال حتى لو تخبطت في العالم أنا مكمل، حتى لو عانيت في العالم ومبادئ العالم هكمل. فبدأ يحب العالم بلا شروط، إن فتح انفتاح لا رجع فيه.
مش كده؟ وانت بتتعامل مع الملء الروحي يمكنك ان تصل لمرحله فيها انك تعمل امور ما كنتش تعرفها تحت تاثير الروح القدس، وتفهم حاجات انت ما كنتش فاهمها تحت تاثير الروح القدس. الناس دي ما كانتش عارفه حاجه عن الروح القدس ولا عارفه حاجه عن الملء بالروح القدس، ولسه ما صلاش معاهم عشان يقبلوا يسوع ويمتلئوا بروح. هو اساسا كونوا مندهشين ما كانش اساسا هيحكي معاهم عن الروح القدس، ففوجئوا انهم هم اتولدوا مولاد تاني وامتلئوا بروح القدس وهم بيسمعوا ايه بطرس بيتكلم. وانت قاعد قصاد الكلمه بتدرسها، وانت بتدرس كتاب المقدس، وانت بتدرس عظات مقالات، وانت عمال تاكل الكلمه، انت بتخضع نفسك لهذا التاثير. اول ما انت بتقول لا، القصه مش بتقول لا للكلمه بل بتقول لا للروح اللي ورا الكلمه اللي هو الروح القدس. بعض الناس يقول لك انا بحب الروح القدس قوي وبحب اصلي كتير قوي لكن مش بحب ادرس الكلمه. اعرف ان ما ينفعش ده يمشي مع ده، يبقى في خلل، انت ما سمعتش الروح القدس. مش بقلل من العباده بتاعتك، اوكي رائعه، لكن نفس روح القدس هيقودك لايه؟ هيقودك للكلمه، فتحب الكلمه بصوره ادمانيه. خليني اقرا معاك حته تانية مهمه او مشهد تاني شويه غريب، هقولك المبدا قبل ما ندخل عليه. يمكنك ان تمتلئ بروح القدس لكن يمكنك ان تمنعه يكمل معاك. يمكنك انك تبقى خضعت للروح القدس، بتشوفها بشخص بدأ صح وكمل غلط وخد قرار سليم بس عنده بعض الأفكار اللي منعته يكمل في القرار السليم ده وبالعكس بدأ يلخبط. افتح معايا يوحنا 11 واحنا بنفتحها خلينا نفهم حاجة، ان كان في العهد القديم بيمتلئ بروح القدس هو النبي والكاهن ومؤخرا الملك، لان ما كانش في الحزبان يبقى فيه ملك جسد، فكان مفترض ان النبي والكاهن هما اللي ممتلئين بروح القدس فبينالوا من روح القدس ويدوا للشعب. الان في العهد الجديد الكل بيمتلئ بروح القدس. هنا بقى بيتكلم ان لسبب وظيفه الشخص ده اعطي الروح القدس ان هو بقى رئيس كهنه، ليس عن اقتناع بيسوع. في يوحنا 11 رب يسوع كان لسه مخلص انه مقوم لعازر، فالدنيا ارتبكت ان في ميت قام، فكثيرون اليهود عدد 45 فكثيرون اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع امنوا به، واما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنه والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع، فان هذا الانسان يعمل ايات كثيره، ان تركناها كذا يؤمن الجميع به فياتي رومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. قصة فيها تفكير تاني، مش قصة هل هو المسيح أم لا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، دي نبطشيط دي شفتات، أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، ده تحت تأثير الروح القدس، بل إذ كان رئيسا للكهنة. أنت تقدر تضيف بين قوسين جوه ذهنك كده، كان بيمتلئ بروح القدس، كان خاضعا تحت تأثير الروح القدس. إذ كان رئيسا للكهنة لذلك امتلأ بروح القدس في تلك السنة، تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط بل لجميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، فمن ذلك اليوم تشاوروا أن يقتلوه. افتح معايا يوحنا 18. هذا الشخص خضع لتأثير الروح القدس لكن لم يفعل فكر الله، بل تحرك في تتميم مقاصد إبليس. وعدد 12 ثم أنا جند، هنا الرب يسوع اتقبض عليه، ثم أنا جند والقائد وخدام اليهود فقبضوا على يسوع أوثقوه ومضوا به إلى حنان أولا
لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيس الكهنة في تلك السنة، وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب، وكان يسمع عن بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان التلميذ معروف. فسأل رئيس الكهنة يسوع عدد 19 عن تلميذه وعن تعليمه وبدأ يحاكم فيه. افهم كويس، قيافة امتلأ بروح القدس وتكلم انه هو دوا مش حاجة عادية، انتوا مش فاهمين حاجة، لانه فهم حاجة مختلفة. نفس قيافة كان مدعما لصلب رب يسوع على ارض الواقع. مش معنى ان شخص استنار في حاجة انه هو هيكمل فيها صح. عشان كده البعض بيفتكر ان الروح القدس هيجبرني اعمل حاجة صح، الروح القدس هيخليني اعمل حاجة بالعافية. نتيجة ايه الناس صلبت يسوع بايديها؟ اذا كنت انت عارف ان هذا الشخص رائع، انت بقوة الروح القدس عرفت ان هذا الشخص هيموت، لا تتورط. لكن هو نفسه تورط في صلب يسوع. نتيجة ان تأثير الروح القدس عليه دون استنارة في الكلمة. تأثير الروح القدس على الشخص، ممكن شخص يبقى ماسك نفسه في العصبية او ان هو يمشي بالمحبة الى حين ويوقف. ليه؟ لانه ما عندوش استنارة ازاي يتعامل مع الافكار اللي بتجيله، فيبتدي الشخص يخضع لروح تاني رغم ان هو كان خاضع لروح القدس في الاول. ومن هنا يبتدي الشخص يشك في نفسه، ازاي انا مولود من الله ويحصل كذا و و و. لكن في الحقيقه هي بدات بايه؟ انه خضع لروح القدس في الاول، لا انكار في هذا، استنار فيه، استنار انه يرى الشخص اللي قدامه بصوره الهيه، ادرك ان هذا الشخص تمن وتمن يسوع ولا يكره، لكن بدأ يستعيد أفكار معينة جعلته يتراجع عن الحاجة اللي هو خدها. أحد الأشخاص بيقول لي في مرة إن هو جاي يتحرك في ركنة العربية بتاعته، وفوجئ بأن حد بدأ يزعق معاه ويخبط له على الصفيح ويقول له هكسرها لك، لازم تسيبني مكان الركنة دي. فهو تعامل بكل هدوء خالص، وبعد كده تحرك وساب المكان وركن في مكان بعيد. ورجع هذا الشخص يعتذر له. بعد كده تجي له افكار، ازاي انا تصرفت التصرف ده بهدوء؟ انا لو قبل كده ما كنتش سكت، انا كنت هعرف انهي عليه. ايه الهدوء ده؟ هل كنت سلبي؟ هل انا سلبي؟ هل انا بقيت سلبي؟ وبدا يشك في الامر بهذه الصوره. لكن بعد كده بدأ الروح القدس يتعامل معاه. ده نتيجة انه بيخزن الكلمة جواه، فاكتشف انه بدأ يطلع صبر ما كانش هو متوقع انه يطلع في الموقف، لكن خرج. بدأ يستعلن امام الشخص، قال لي انا ما غضبتش خالص، الموضوع اشتغل بعد ما روحت البيت والافكار بدأت تشتغل. وارد يحصل لو اني تستغرب نفسك اول ما تحط رجلك في الكلام. الملء الروحي هو ان تمتلئ بتاثير وتخضع لتاثير الروح اللي انت ممتلئ بافكاره، وفي نفس الوقت ممتلئ بتاثيره. في اوقات ممكن تكون انت مدرب جيدا انك تتعامل في موقف بصوره صح جدا، ويحصل تاثير عليك، هجوم عليك فكري، لا تاثير ارواح شريره عليك. مصارعتنا ليست مع دم ولحم. وارد جدا تلاقي نفسك النفس المسدودة اللي انت بتفسرها اصلي انا نفسي مسدودة، انت مش عارف ان وراها ارواح شريرة. في زوايا مهمة جدا ممكن تحطها قدامك كمفاتيح. يبقى مبدأ اللي فات هو ممكن تخضع لروح القدس لفترة وما تكملش معاه. ايه اللي خليك تخضع عليه باستمرار؟ الاستنارة. لو قيافة مستنير وفاهم كويس جدا ان المسيح هو ده، زي ما في ناس كانت بتتبع الرب خفيه، ما كانش تورط في صلب الرب. لو كان استنار في ده وقلقان على مجد الناس، زي ما الكتاب بيوضح ان الناس كانت تتبع يسوع خفيه وقلقانين، احبوا مجد الناس، فبالتالي
كان ممكن يبقى دوا في مسؤولية. لا نعلم هل مدى الاستنارة بتاعت قيافة كانت واصلة لإيه، لكن هو بنفسه كان متورط في دعم رب يسوع في الصلب. أربع زوايا هامين جدا، مهم جدا تحطهم في الاعتبار عشان تبقى ماشي تحت تأثير روح القدس وليس أرواح تانية. أول حاجة، اهتم بتأثير وفهمك لقيمة الكلمات. الكلمة، ما يقال إليك وما تقول أنت، لأن كتير قوي بيعتبروا أن الكلمات ليس لها قيمة، وطلعنا على جملة مشهورة الكلام ما عليهوش جمرك. افهم كويس، ما تستمع إليه رب يسوع، اهتم بالكلمات اللي بتتقال له. أول ما لقى بطرس بيقول له لا على الصلب راح ينتهر روح الشرير، رب يسوع كان مروح عن الأمور، الأمور كانت اوريدي روحية وهي لازالت روحية، فبالتالي كان لازم يرفض دوا وسمها أنت معثرة لي، أنت هتعثرني، أنت هتعيقني بالطريقة دي. معنى كده رب يسوع لم يستهين بكلام عادي، ما عدلش ظهره وقال بطرس مش فاهم حاجة وضحك. رب يسوع تعامل في الحال مع الكلمات اللي تتقال. لو تعاملت بهذه الصورة مع الكلمات اللي تتقال حتى لو طفلك بيتكلم، أنت بتحمي كل حياتك، لأن من هنا الكتاب يتكلم الموت والحياة بيد اللسان، وكتاب يتكلم على الملء بيحدث بالكلام. فاكرين المرة اللي فاتت ما اتكلمت عن أفسس 5؟ الكلام، مكلمين أنفسكم، متكلم إلى نفسك، تبقى شبعان بالحاجة دي من خلال الكلام وتكلم نفسك. الكلام، الكلام أنت بتسمعه، يا ترى بتتقابل مع مين؟ يا ترى في الشغل في ناس بتحب تفتح معاك سيرة معينة، إيه الكلمات اللي أنت تسمعها؟ إن كنت عايز تبقى تحت تأثير الروح القدس فقط وليس تحت تأثير أرواح أخرى. تحت تأثير أرواح أخرى بنشوفه في إن شخص ينفعل وصوته يعلى، شخص يعيط كتير، شخص تلاقيه نام كتير، كل ده هو الناس بتسميه أصلي حاصل كذا، أصلي حاصل كذا، في حين الكتاب بيرجع دوا ان كل حاجه وراها اساس روحي. وليس العلاج ان الواحد ينتهي روح النوم او روح الغضب اللي انتشر وقت فيه ان الناس تصلي علشان ينتهروا الحاجه باسمها، في حين مدخل الحاجه دي هو اللي محتاج يتعالج. ده فينه؟ في الافكار، مبادئ معينه محتاجه تتعالج، قيمه معينه لازم تنزل، قيمه معينه لازم تطلع، لازم ترى الكلمة بجدية، لازم تتعامل معها بصورة فيها إن الكلمة هي اللي بترسم أفكاري وتبتدي تغير الصورة عن عمد عكس اللي أنت شايفها. الكلمات، الكلمات هي اللي بتحدد المسار. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.